السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج جوجلاز بعز الدين، برنامج اللي فيه مجموعة ديال الأسئلة لست مسابقة، مواضيع متنوعة، والمطلوب منكم جوجلي يعني تقلبوا في جوجل باش تجاوبوا على الأسئلة، وفي الأخير غادي نشوفوا شكون غادي يجيب أكبر عدد من الأجوبة الصحيحة. إذا على بركة الله نبتدئ المسابقة. المحور الأول من المسابقة سيكون في أسئلة دينية تتعلق بالسيرة النبوية، هذه ما تحتاجوا تجوجلوا عليها بزاف باسكم تكونوا عارفين الحوايج. إذا على بركة الله نبتدئ الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هو اسم أب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النوم ديال بادري ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ما هو اسم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه؟ ملي توفيت الأم ديالو شحال كان في العمر ديالو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بماذا اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان صبيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان صغير اش من خدمة كان كيدير؟ السؤال السادس: بماذا اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان شابا؟ من اللي كبر ولا شاب اش من خدمة ولا كيدير؟ السؤال السابع: كم كان عمره صلى الله عليه وسلم عندما تزوج أمنا خديجة؟ من اللي تزوج شحال كان في العمر ديالو؟ سؤال آخر: كم كان عمره صلى الله عليه وسلم عندما بعث ونزل عليه القرآن؟ يعني ملي نزل عليه القرآن شحال كان في العمر ديالو؟ إذا نواصل مع باقي الأسئلة. السؤال الموالي: أين نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة؟ ما هي أول آية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم؟ من هو أول رجل آمن به عليه الصلاة والسلام؟ شكون هو أول رجل آمن به؟ وشكون هي أول امرأة آمنت به؟ وشكون هو أول صبي آمن به؟ شكون أول ولد صغير آمن به؟ سؤال موالي: كم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة رسولا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من تبعت شحال بقى في مكة كيدعو الناس الإيمان، شحال بقى من الإسلام؟ السؤال الموالي: كم عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ السؤال الموالي: ما هي أول معركة في الإسلام؟ السؤال الأخير: كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي؟ طبعا احسن حاجه في هذا الشيء اللي عطيتكم هو انكم اي فوا غادي تقراو هذه الاسئله غادي تصليو على النبي اكثر من 20 مره، وهذه في حد ذاتها راه استفاده مزيانه. الان نمر الى موضوع اخر وهو الجغرافيا. اوكي، اسئله في الجغرافيا. دابا غادي تقول لي واحد الدوله كبيره وهي كلها جزر، فيها 5 جزر كبار و 3000 جزيره صغيره، شنو هي هذه الدوله؟ ثانيا، شنو هي اكبر مدينه في افريقيا؟ ثالثا، شنو هي اكبر دوله في العالم من حيث المساحه؟ رابعا، شنو هو أطول نهر في العالم؟ خامسا، أصغر بلد عربي من حيث المساحة؟ سادسا، غادي خصكم تعرفوها في الفرصة، شنو هي أصغر دولة في العالم؟ فين كاينة؟ سادس السؤال الأخير، شنو هي أعلى شلالات في العالم؟ شلالات مالي كاسكادو، شنو هما العالي أعلى شلالات كاينين في العالم؟ إذا نواصل الأسئلة ديال الجغرافية. غتقول لي دابا شنو هي أول دولة في إنتاج البترول؟ الدولة اللي كتنتج البترول بزاف في العالم. وشنو هي تاني أول دولة في إنتاج الذهب؟ وأول دولة في إنتاج السيارات والسفن؟ وأول دولة في إنتاج الغاز الطبيعي والبطاطس؟
وأول دولة في إنتاج البن وقصب السكر، البن والقهوة والكافي البن. وهذه سيخصكم تعرفوها بطير فرصة. شنو هي أول دولة في إنتاج الكيوي فروت الكيوي؟ وسؤال في العواصم، تقلبوا لي على العاصمة ديال ترينيداد وتوباغو. دابا هادشي اللي غنبدلوا شوية الجو وغنديروا مواضيع في الثقافة الشعبية المغربية. دابا ما غاديش تحتاجوا جوجل، غتحتاجوا جداتكم ووالديكم اللي غادي يعاونوكم. انا غنعطيكم حجايات وانتم غادي تحاولوا تفكوهم معاهم. يلا بسم الله. الحجايه الاولى، حاجيتكم مازيتك على الحا، والحا حاجة المريض فيها، تغني على الماء والماء ما فيها. حاجيتكم مازيتك على الحا، والحا حاجة المريض فيها، تغنيه على الماء والماء ما فيها. الحجاية الثانية، حاجيتكم على اللي مبدي بالنون، والنون ولد غزال، يغلب النساء والرجال، ويهب الطيور من الجبال. حاجيتكم على اللي مبدي بالنون، والنون ولد غزال، يغلب النساء والرجال، ويهب الطيور من الجبال. الحجاية الثالثة والأخرى، حاجيتكم على الميم، والميم في كل بيت موجودة، ما تزرع ما تدير كبالة، ومن الماء مخوضة. حاجيتكم على الميم، والميم في كل بيت موجودة، ما تزرع ما تدير كبالة، ومن الماء مخوضة. عربي وياسين، ما تنقلوش من عند جداتكم. دابا غنمشيو لموضوع آخر. الأسئلة، أسئلة كتمحور حول جائزة نوبل. كلكم كتعرفوا جائزة نوبل، كتسمعوا بها. دابا غنعطيكم أسئلة على جائزة نوبل. أوكي، دابا غادي تقولوا لي هاد جائزة نوبل، شكون هذا اللي أسس جائزة نوبل؟ وعلاش؟ علاش دار هاد جائزة نوبل؟ علاش دار هاد الجائزة؟ غتقول لي في أي سنة أعطيت أول جائزة نوبل؟ أش من عام بدات هاد جائزة نوبل؟ وغتقولوا لي عاود ثاني، شحال عدد ديال جوائز نوبل؟ شحال هما؟ كاينه جائزة نوبل السلام، جائزة نوبل، قولهم لي كاملين شحال. وغتقولوا لي عاود ثاني، شنو هو التاريخ اللي كتعطى فيه هاد الجوائز؟ لا داتا ايزات، اش من تاريخ كتعطى، وفين، اش من دولة، وشكون اللي كيعطي هاد الجوائز، شكون اللي كيسلمها؟ سؤال موالي، شكون خاد اول جائزة نوبل للسلام؟ اول جائزة نوبل للسلام شكون خادها، واش من عام؟ سؤال موالي، كاينين واحد العرب علماء وواحدين اخرين خادوا جائزة نوبل، شكون هما، شحال هما، وشكون بالسميات ديالهم؟ الرياضيات، لا ماتيماتيكا، فيها ما كايناش جائزة نوبل، بيرو كاين واحد الجائزة عالمية معروفة ديال الرياضيات. هذوك اللي كيكونوا مجاهدين في الرياضيات كل عام كيعطيو الجائزة لواحد، اسميت هذيك الجائزة ديال الرياضيات. الآن ننتقل لمحور آخر، أسئلة في العلوم. العلوم، السؤال الأول في مادة العلوم، ما هي وظيفة الطحال الأساسية؟ الطحال هي الميلسة، لا فونسيوني ديال الميلسة، اشنو كدير لا ميلسة. السؤال الثاني، ما هو الغاز الذي يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية؟ ريوني أولترا فيوليت، ليفي، شنو هو الغاز اللي مكيخليش ليفي أثر علينا؟ السؤال الثالث، ما هو أول مضاد حيوي اللي اخترعه الإنسان؟ وشكون هاد الإنسان اللي اخترع هاد المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي هو الأنتيبيوتيك. شنو هو أول لقاح؟ فاكسان. وشكون اختار؟ كم عدد الجينات عند الإنسان؟ لي جيني، شحال عندنا؟ ماذا تعني كلمة دي ان اي؟ كم لتر يحتوي جسم الإنسان من الدم؟ كم لتر من الدم ما مكتوباش، كم لتر من الدم يحتوي جسم الإنسان؟ من الأكثر، الكريات الحمراء أم البيضاء في الدم؟
اشنو اللي كسر، الكريات الحمراء ولا الكريات البيضاء؟ جلوبيلي روسو ولا بيانكي؟ كم عدد الخلايا في جسم الإنسان؟ جسم الإنسان كامل شحال فيه ديال التشيليلي؟ وما هو أطول عظم في جسم الإنسان؟ شنو هو العظم الطويل في الجسم ديالنا؟ من غادي نبدلو عاوتاني الأسئلة، ديرو أسئلة متنوعة. السؤال الأول، غادي تقولوا لي النحلة بغات تصاوب كيلو ديال العسل، شحال خصها من وردة؟ النحلة شحال من وردة خصها تدور عليها باش يلاه تصايب كيلو ديال العسل؟ سؤال آخر، غتقولوا لي واحد العاصمة أوروبية كابيتالي في أوروبا اللي بوحدها ما فيهاش الواد، ما فيهاش الفيومي، شنو هي هاد العاصمة بوحدها في أوروبا؟ سؤال آخر، غتقولوا لي سميت واحد البازيليكا ولا ما نعرف كيزا فيها واحد تروكو تسمى بوكا دي لا فيريتا، فم ديال الحجاب، كيقولوا لك دبسي كيتسد عليك كتخشي فيه راسك، ولا كدبسي كيتسد عليك، سميت هاد البازيليكا وفين كاينه؟ سؤال اخر، كتعرفوا العقرب سكوربيوني؟ العقرب في واحد الحاله كتحط في واحد الموقف كتنتحر، ما كتسناش حتى تموت، كتنتحر قبل ما تموت. اشنا هي هاد الحاله؟ امتى كتنتحر؟ سؤال اخر، الهند ملي صايبو الهندية ملي صايبو بومبا اتوميكا، بومبا اتوميك، شنو سماو هذيك البومبا اتوميك؟ شنو سماو هذيك القنبلة النووية اللي صايبو؟ سؤال آخر، كلكم كتعرفوا الشخصية ديال بوجبال اللي كاينة في فيسبوك، غادي تقولوا لي اسميت المغربي اللي اختار هذيك الشخصية ديال بوجبال، شنو سميت المغربي اللي صايبو؟ وغادي تقولوا لي عاود ثاني هذيك الشخصية اللي مع بوجبال، هذاك الولد الظريف المؤدب المربي، اشنو سميتو؟ سميتو بادية بكابا. غتقولوا لي عاود ثاني توم كروز في الناتالي اشنو شرى لبنتو؟ يلا اوتشيلي، جوجلي على هاد الاسئله وحاولوا تجاوبوا عليها. انا راني عييت، سخفتوني، غنمشي للناس، سهرتوني. السلام عليكم ورحمه الله.